عندي كمان 317 ألف عقار، يعني مبنى يعني بيت بدون ترخيص حتى 1/1/2013. عندي 27 ألف عقار مخالف للرخصة، يعني مش واخد رخصة دورين يبني خمسة سبعة وهكذا. ربح العقارات والبيوت اللي هي بتتبنى بالمخالفة أعلى من ربح المخدرات أو تجارة السلاح. شايفين أهمية الموضوع اللي احنا هنطرحه النهاردة على حضراتكم وحضرات السادة المشاهدين؟ وعايز حضراتكم تشاركوني، كلموني على رقم 137 أو من أي تليفون أرضي 0900 9900. عايزين حضراتكم تشاركوني في الاستوديو، فقط تدخلوا على صفحة البرنامج على الفيسبوك مساء الخير مع محمد علي خير، وتملوا أبليكيشن أو تطبيق كده معين وتكتبوا فيه اسمكم والتليفون، وتاني يوم هتلاقوا حضراتكم هنا معي. بجدد التحية بيك يا دكتور أسامة، وأنا عارف أن أنت هتستلم المنصب تنفيذيا من 1/3 أو فعليا يعني إن شاء الله ربنا، لكن حضرتك موجود دلوقتي في الجهاز. بقالي أكتر من أسبوع في الجهاز لنقل السلطة ما بيني وما بين الدكتور حسن زي الحكومة كده يعني نقل السلطة. عادة في لما بنبدأ يوم الثلاث في حلقة مسؤول على الهواء، أول فقرة اسمها القرار. هنبدأ أول فقرتنا اللي بنسميها القرار مع الدكتور أسامة حمدي. إيه هو القرار الإيجابي اللي أول ما هتمارس مع مهام عملك حضرتك هتاخده فورا؟ هو يا فندم القرار الحقيقة إن أنا قررت إن أنا أخصص يوم أو يومين في الأسبوع للنزول للأحياء مباشرة، للوقوف على مشاكل المواطن وعلاقته بمهندس التنظيم مهندس الحي مباشرة. يعني مثلا رئيس الحي يلاقيك واقف على رأسه في 27 محافظة. نعم. في 4728 وحدة. أولا أنا أحييك، ثانيا إحنا مسجلين الكلام اللي حضرتك بتقوله إن شاء الله. يعني في خلال كام شهر حضرتك هتشرفني تاني، وأتمنى يكون ده هيتم فعلا إن شاء الله يا فندم. طيب إيه القرار اللي هتلغيه؟ طبيعة عمل جهاز التفتيش الفني على المباني إن هو بيراقب الحي وبيرفع نتيجة المراقبة دي للوزير المختص والمحافظ المختص. فالحقيقة طبيعة العمل ده أو الخط المرسوم ده ما حدش بيحيد عنه، وبالتالي ما فيش قرار اتخذ إلا وفقا للقانون، وبالتالي فيش قرار هلغي. مش هتلغي أي قرار؟ يعني ما فيش قرار شايف إنه هو غير صالح؟ يعني عايز تقنعني أنه كل القرارات اللي أصدرها البشر وهم بشر لا سليمة؟ أي قرار صدر من جهاز التفتيش الفني على المباني هو صدر طبقا لقانون الإسكان، وبالتالي حضرتك القرار اللي مش مخالف لقانون الإسكان أنا مش هلغيه. طب في قرارات محتاجة تعديلات تشريعية تنتظر البرلمان القادم تتعرض عليه؟ طبعا طبعا. زي إيه كنموذج سريع كده؟ هقول لحضرتك زي إيه. علاقة المخالفة بتبتدي من رغبة من المالك بينفذها المقاول والاستشاري. رغبة المالك إنه يخالف اللي بينفذها له فعلا هو المالك والاستشاري. هو بيخالف لأنه عارف إن مفيش دولة. مين اللي بيخالف له؟ المالك عاوز يخالف. مين اللي بيخالف له؟ المقاول والاستشاري هم اللي بينفذوا له. طب ما في سلطه ما بتقفش ولا تكسر له البيت ده ولا بتهدده. طب ما انا قبل ما يخالف اساسا واقول السلطه موجوده مش موجوده امنعه من المخالفه. هتعمل ايه؟ هقول لحضرتك انا عايز بفكر ان انا اخلي المالك اللي عاوز يبني بيت يودع فلوس البيت ده في احد البنوك او نقابه المهندسين او بنك التعمير والاسكان او شيء من هذا القبيل، بحيث ان هو يصرف مباشره الفلوس دي للاستشاري وللمالك، بحيث ان يبقى عندي لكل بيت ولكل منشأ اب شرعي واحد مسؤول. طب خلينا ناخد مثل، انا جاي ابني عماره وهبيعها شقه هتكلف 2 مليون جنيه. تمام. هتيجي تقول لي حط لي 2 مليون جنيه؟ اقول لك ما معيش. لا ما انا ما بقولش لحضرتك حط لي 2 مليون، لان حضرتك النهارده هتبني العماره دي على سنه. نعم. فانا بقول لحضرتك حط لي الاول 200,000 وبعد كده كل شهر حط لي 100,000 طبقا للتنفيذ او طبقا لتقدم التنفيذ. نعم. ولكن اللي يصرف الفلوس دي هو المقاول المثبت عندي والاستشاري المثبت عندي. ده كده تعديل تشريعي حضرتك عايزه؟ انا هحاول ان انا اعدله، ولو ثبت مخالفه الاثنين دول هم اللي يبقوا المسؤولين عندي اللي هو المالك سوري المهندس الاستشاري والمقاول. والمقاول يتخفض تصنيفه في اتحاد المقاولين، وهنخاطب اتحاد المقاولين رئيس اتحاد المقاولين بهذا الموضوع، والاستشاري يخفض او يمنع مزاوله المهنه في حاله مخالفته. فانا بمنع المخالفه قبل ما تحصل. دكتور اسامه حمدي رئيس جهاز التفتيش الفني، ثالث سؤال في فقره القرار، ايه القرار اللي حضرتك عايز الحكومه تاخده لتدعيم عملك؟ هو الحقيقة يعني أنا عاوز الحكومة تاخد قرار بإزالة جميع المباني على الأراضي الزراعية.
احنا في مشكله كبيره جدا. احنا عندنا حضرتك 3.5 فدان بتتاكل كل ساعه بان انا بحط بلوكات خرسانه عليه. ما انا عارف. عايز الحكومه تعمل ايه بقى؟ ازاله فوريه. ازاله فوريه ولا تصالح. هذكر حضرات الساده ضيوف النهارده ويعني وده معلوم ان رئيس الوزراء المكلف كان وزيرا للاسكان. مزبوط. اعتقد اول ما هتقول له ده المفروض يقول لك فورا على طول. المفروض ان شاء الله هنحاول نعمل هذا الموضوع.